نسك ظاهرتنا لهذه الحلقة مطرب شاب موهوب يعيد بصوته الرخيم ذكريات الأغنية السبعينية والثمانينية. اكتشفت الناس موهبته خلال تجواله بعربة البيع الصغيرة في بغداد، لكن الاكتشاف الرسمي كان من قبل رئيس الفرقة السيمفونية العراقية الموسيقار علاء مجيد. أهلا وسهلا بك كرار نوري، شرفتنا ونورتنا اليوم بالاستوديو. شنو قصة العربة والناس واللحن اللي دا يسمعوه؟ هاي لازم نعرفها. مساء الخير عليك ومساء الخير على قناة دجلة الجميلة. طبعا هي صارت الاكتشاف من خلال التصوير بالعربانة مال الخضورات. كانت الإعلامية تحياتنا لمروة الخفاجي، نعم، اللي صورت هاي المعلومة وقالت خلينا نرسلها للعالم. وراها دخلت الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي بقيادة المؤثر علاء مجيد، وراها ثقفت موسيقيا مهرجانات. قبل ما نروح على هذا البارت بس احكي لي بالبدايه على البدايات، كلش البدايات، يعني انت ما كان عندك اي واهس بالغناء ولا يعني مو ما عندك واهس، اقصد ما كان عندك فكره انه انت ممكن انه تصير مغني ومطرب وصوتك كلش حلو وبالنتيجه راح تشتهر بين الناس؟ يعني ايش تغني عفويا بينك وبين نفسك الدندن؟ والله عفويا يعني ممكن كنت صغير حيل، يعني خاله اللي درسني هذا العود علمني المقامات، كان يجي من الكليه اكو طور اسمه طور المستطيل والريفي، طبعا مقام البياض مال يعني نقول هنه مال الجنوب، كان يعزف لي اياه، قال هنا انت هنا تميز نفسك بهذا الطور. فتح استوديو بالسيديه، نعم، علمني شلون اغني صح والتون النظيف، هنا غلط هنا صح. يعني من انت صغير؟ نعم. يعني صار تقريبا 15 سنه هيك 10 سنوات مارس هاي المهنه. بس ما كان يعني ببالك انه تدخل تحترف هذا المجال؟ لا ما كان ببالي، انه مو ببالي انه انا مجال الاحتراف، بس ببالي انه إن راح اصير هيك، لان اكو فد امكانيه يعني بداخلي. شنو بدك تشوف؟ بدك تشوف المستقبل انه انت نعم راح تصير مغني وتغني. نعم. طيب لو ما كان الغناء كان اي مجال اختاريت؟ لو ما كان الغناء 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 لا لعدت يعني من صغرك فعلا هويتك هي هويه فنيه. طيب خالك شاف بيك انه انت هويتك في الغناء هو الطور الريفي الجنوبي، مو صعب؟ هو صعب بس البيئه اللي عايش بها المطرب يطلع يغني نفس البيئه يعني يظهرها للعالم. يعني انا كان ابوي اللي يعني يسمع هذا الشيء، كان عندنا كاسيتات العباد العماري داخل حسن، وتليفون اول ما نزل كان مو من مدن الواضحات ولمس وتاج، كان عندنا تليفون رام ونسحب به لنا الاطوار، فهذا السبب يعني ظلنا ببالي. طلعت عندك قصه ويا ياس خضر الله يرحمه يا ربي، يعني الله يرحمه، من عواميد الفن العراقي يعني، فانت عندك في قصه مميزه ايضا يعني. انا ابن عمه امي، هو تقريبا انا امي قزوينيه. اقاربك؟ اي امي قزوينيه بتعمه. يا صدر يعني هواية اخذت منه شغلات، لان انا تيمه بالبيت دائما ويا حفيده عهد، تحياتنا من شاشه قناه دجله، كنا هواي نتعلم منه يعني شغلات، يعني مقامات وهواي وكذا، من يسولف من يغني، يعني هواي كنت نعرف ملحنين من سببه، يعني يجون يقعدون يمه استمع لهم اباوع. هاي حكي يعني خليني نقول انه هو عربك في الغناء المدرسه الفنيه الكبيره. طبعا طبعا ما نقدر ما نسمع منك شيء يا صخضر. خليك حبتك شذاب، روحت مرمورة من عشرتك شذاب، وتريد اغيب هنا ولك لا ما وانسى الموضع اخو، تريد اغيب اخ ناب ولك لا ما وانسى المضخ، لو صرت بس انت الديوان انا لا ما وانسى المضخ،
شذاب شذاب. الله، يعني مو جديات، يعني واحد يحتار شي يقول الله على هذا الصوت الحلو اللي هو يعني في اعماق صوتك اكو احساس. يعني هوايه فنانين يمكن صوتهم ما يكون صوت جدا قوي لكن احساسهم كلش قوي، انت جامع الاثنين. بس انا ما عندي خبره بالاصوات، احس اكو فد احساس جدا عالي يعني بالغناء، تحس انه هذا الشيء يميزك؟ تاثير ولا تأثير. حسيت التاثير التاثير يعني مال البيئه اللي بيها. يعني كلش كلش لازم واحد يعني يكون ولا نعاله فنيه بس يسمع القاعده، هاي قاعده فنيه. حاسبينك كذاب يقولون غني فرح، ذن القواعد شو بقول عليك، ذن من القواعد الاصليه من الملحنين يعني العمالقه بعد العبقريين. يعني اللي يقدم على برنامج لازم يغني هاي الاغاني، يعني صوته ما يطلع. هي هذه الاغاني هي اللي تظهر حقيقه صوتك، ظهر يعني شلون النبره الصوتيه، انه عندك صوت لا ما عندك. خلينا نسمع شيء منك، فشي من البيئة باعتبار أنت تحدثت عن البيئة، فشي جنوبي بحنية، يعني هذا الطور المعروف، يعني غزلك الريفي، ريفي جنوبي شجن. وصفاي وصفاي يناهلو 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 عفتنا وشني وصفاي بكيان مهيت لك بواك وسلها وسلها سلت روحي سلت روحي روحي سلت روحي روحي سلت روحي وخلص ودا وشفها والصايد ضمد جروحي جتنا الصبح وعيونها ذبلانت حلفت يمين البارحة سهرانة مستاهلة والله وحيل والله وحيل روحي اشكي همك للليل للليل ذكريت من كنت اشتكي لك انا الضحكي من كنت اشتكي لك انا وانا طلبت سعدون. تحياتنا للفنان الكبير سعدون جابر، انا من معجبين سعدون جابر، يعني هو فعلا سفير الاغنيه العراقيه وعنده هوية خاصة بي فنية. أرجع وياك كرار للطفولة أكثر، وأنت كنت تتعلم على الغناء، إيش قد هذه العملية هي صعبة بالنسبة لطفل؟ تتذكر عندك فشي ذكريات معينة عن التمارين اللي كنت تاخذها أو ذكريات ويا خالك وهو يعلمك على الغناء؟ والله هي الذكريات يعني كنت أعوف الشغل بالوحدة ونص تقريبا وأركب الكي على مود بس أرد ألحق عليه لأن يجي من الدوام، هو يعني دوام يعني من الصعوبه يعني سالفتي يعني انا قوه تعلمت يعني سلم اول ما تعلمت طبعا عزفت كتب لي سلم مقام الكرد والاخر السي بيمول بيمول علامات هذني يعني الرئيسيه مال الكرد درجه الرئيس علمني اياه يعني بداها وراها وراها الحجاز كذا ومنها يعني ظل يكتب لي سلام ورقه وتعلمت يعني هواي يعني شو نقول تعب علي. نقول ايش قد كان عمرك؟ تقريبا 19 سنه. انا 19
يعني ما كنت طفل بهذه يعني 19 سنة؟ لا بالموسيقى هنا ما كنت طفل، بس قبل يعني تغني يعني ما باهش انه هاي المقامات، بس هو يقول لي هنا ركز دربالك خاف تطلع تون خاف. انت بديت تتعلم الغناء باي سنه بالتحديد؟ ايش قد كان عمرك؟ انا اول ما يعني تعلمت كان عمري 12 سنه، يعني ابوي كان يسمعني اي صغير يعني الحين مو بدايه الغناء. فالتعلم الموسيقي من طبيت للاستوديو وكذا والتقيت ورحت استوديوهات تعلمت انه هنا واحد ياخذ يعني نفسه يتعلم. طيب انا اللي يعني اسمح لي يعني اسالك اكثر، اللي دا افتهمه من كلامك انه انت ايضا شخص مكافح في الحياه، تشتغل ومعتمد على نفسك ودا تحاول انه توفق بين الشغل وبين هوايتك اللي انت تشوف بها هويتك الشخصيه وهويتك فعلا الفنيه في الغناء، ايش قد تقدر توفق بين الاثنين؟ وايش قد يعني انت تحس انه شغلك ايضا هو دافع لك انه تحترف الغناء؟ والله يعني كل ما واحد شلون تقولين يتعب يقدم اكثر، لان يعني نشوف الصوت اذا واحد ما متعوب عليه يعني ما يقدمه، لان يعني الصوت اذا ما ينسقل يعني الطبقه ما تنسقل يعني سقله قويه فما اعتقد تطلع نتيجه، وهذا السبب يعني تدفع بالعربانه واغني يعني الساعه بالعشره تقريبا او بالدعش الظهر نص الفروع ولزقه يعني بيني وبين نفسي، يعني لهذا السبب انا احس طبقت انفتحت. العربانه هي لبيع الخضروات صح؟ نعم بيع الخضروات. وتشتغل بعدك لحد الان لو خلصت تركت هذا المجال؟ لا بعدني لحد بعدك تشتغل؟ اشتغل يعني مو بالعربانه نفسها، انا البسطيه اللي طلعت على قناه الشرقيه التصورت هي اللي انا كامشه تقريبا طلعت 3 ايام بالاسبوع 4 هي تتخيل انه هي ايضا لها سبب في صقل هذه الشخصيه؟ يجوز 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 اي يعني هم بيها يعني شغلات يعني هم علمتني هواي امور يعني. يعني بالعاده هم الفنانين كثير من القصص للفنانين احترفوا الغناء هم عانوا في بداياتهم كرات، لهذا اسالك. لازم يعاني مين؟ لازم يعاني. اي يعني قلت شيء. اوقع لي على العلم. إيه؟ دا تعاني؟ طبعا كل واحد يعاني معاناه هاي اذا واحد ما يعاني مين؟ يعاني ماديا ويعاني عاطفيا. يعني لربما حتى يعاني اجتماعيا. كل هذه المعاناة يبلورها على شكل أحاسيس تطلع بالنتيجة هي جماليات للمتلقي. شو راح نسمع منك على طاري المعاناة؟ كيف أنت تختار؟ يعني تريدني شبابي تسعيني سبعيني؟ شبابي، خلينا نسمع شيء شبابي. شويه هرد اشتكي لك على الحصل بي عايش بدونك حاله نوعيه الدنيا حلوه وادري بيان من رحيل شو خربتي الدنيا دمار دنيا من دونك حبيبي دمار كوني كله بلا ضحكتك دمار ليش مو انا الوفي وابو قلب العاطفي كل شي سويته لك بسهوله ينسي هم تحس بيا لما نفز نحتاج حنية لو صايراني قصة منسية والله وقت ما تريد تسمعني قبل السلام تقول لي هاهي تحياتنا الفنان الكبير كان ضيف عندكم حمد المحمداوي أكيد تحياتنا له. بكرار أسألك وين تشوف نفسك بعد 5 سنين 3 سنين؟ ممكن أنه نشوف لك كليبات، ممكن أنه نشوف لك أغاني خاصة بكرار نوري. انتبهت لك شركات الإنتاج أصلاً الشركات الغنائية اللي تبحث عن أصوات
مميزة حتى مثلا تشتهر بهم هم هي أيضا تشتهر بهم؟ وين تشوف نفسك بعد 5 سنين؟ والله إذا تحكين عن شركات الإنتاج فأنا يعني ما أقدر، أنا بعد يعني ما أقدر أقدم أصلا عليها يعني شوية عقودها وبنودها تعبانة شوية. يعني تعبانة من أي ناحية؟ من ناحية يعني الأمور اللي خلوها فوق العقد، يعني الالتزامات، التزامات والفلوس، والفلوس يعني التكلفة المادية والعقد والأشكال والألوان. صعبة، كل صعبة على الفن. صعبة عليك؟ إيه احتكار ما يعني صعب. يعني هذه الخامة النقية وهذا الصوت وهذا الإحساس ما اجت شركة إنتاج تستثمر بي؟ لا ما اجت، لا خبروني ورحت وكذا. ما تساهلت بالالتزامات؟ لا الالتزامات هو لازم، الفنان هو إذا مو التزامه ما هي بأي مكان، يعني بلقاء أو بحفل أو بكل شيء، إذا مو التزامته في العالم يعني شلون تتجنبه؟ يقول لك هذا ما ملتزم. لا أقصد ما سهلت شركات الإنتاج التزاماتها مع فنان شاب وواعد، واعتقد انه يكون له مستقبل كبير في المستقبل، ما تساهلت بالتزاماتها وياه؟ ما صادفك هيك شيء لحد الان؟ لا صادفوني وقنوات كثيره هواي. انت قلت ما لق يعني التزاماتها كبيره اني ما اقدر التزم بها. التزامات العقود انا دحش عن التزامات العقود. تريد تحكينا على الماده؟ طبعا 15 مليار يحطون على عقد، وانا هالشغله اخاف منها. 15 مليار؟ اي يعني 15 سنه تلتزمين وياهم، يعني شلون نقول احتكار، احتكار هو خلص، يعني شلون نقول حلب يحلبون الفنان يلا يذبوه. فانت يعني استفادتي بس نجوميا. اي وهذا معناه انه ممكن انه تحط صوتك على اغاني انت ما تريدها؟ لا مو هيك، مو اغاني ما اريدها، يعني انا وايد طن اغاني عقد بس بعقد، انا ضد التزام العقد. يعني العقد فعلا بالتزام يكسر الظهر خصوصا لفنان شاب وواعد وبدايه مشواره. نتامل فعلا انه بالمستقبل ممكن تجي شركات انتاج تسهل اكثر على الشباب اللي مقبلين على الساحه الفنيه، تسهل عليهم الالتزامات بحيث تكون العلاقه مريحه بين الفنان وبين شركات الانتاج حتى يظهر ابداع، لان احنا دا نتحدث هنا عن مجال يعني الجانب الابداعي بيشكل على الاقل 80%، انت تحدثت عن الالتزام سواء التزام الفنان او التزام الشركه، طبعا الالتزام شيء مهم، لكن الابداع هو الاساس، نتحدث عن صوت، نتحدث عن اداء، عن احساس عالي، عن جانب ابداعي جدا كبير. الفنان والمغني على وجه التحديد لازم يكون الى عالمه الخاص اللي يعيش به. لهذا فعلا اتامل انه بالمستقبل يصير اكو يعني تسهيلات اكبر. بالنتيجه ايضا بدنا نتحدث عن الهويه الفنيه العراقيه اللي راح تتشكل بعد 10 سنين و20 سنه، يعني لما نتحدث عن هذا الجيل، بهذا الجيل فلان وفلان فلان، عندنا يعني بالتسعينات حاليا اسماء كبيره يعني كاظم الساهر، مهند محسن، حاتم العراقي، مع احترامي لكل الاسماء الكبيره يعني عذرا اذا فاتني شيء، لكن ايضا نتحدث عن ما بعد الالفينات، جيل اخر راح يجي ويشكل اسماء ويشكل هويه عراقيه في الغناء. اكو يعني كثيره، بس اللي يصير عندنا انه الاعمار يعني 2000 و2003 هذا اللي يسمع هذا الجيل، مو كلهم يعني عذرا. يعني غنيت انا هذه الاغنيه، هاي الاغنيه انا احبها يعني. يعني حلوه فيها، مو اغاني يعني شلون تقول تعبانه. الاغاني التعبانه هي اللي تخرب الفن. انت هذا اللي ماذا تريده؟ ايه انا هاي سالفتي كلها يعني من الاخير. ها؟ من الاخير. ما تريد اغاني تعبانه؟ هي الاغاني كلها تعبانه، يعني لازم احنا اهل الفن. احنا اهل الفني. أنا جدا حبيت يعني هذا الرأي، وطبعا هذا الرأي الصريح، يعني انه ما تريد اغاني تعبانه، وهذا معناها انه احنا متوعدين ومتأملين انه نسمع فعلا اغاني رصينه تليق بالمتلقي العراقي. نسمع من عندك شيء؟ هذا هم الطور مال اهل البصره في حياتنا البحراني. نعم.
كلمني كلمني همت يوم من عيونك همت يوم من عيونك كلمني أنا ما أعتب على الحب يا 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 ندين أنا ما أعتب على الحب كلمني أنا شمدرين الدلالي عم علي يا 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 روح تتلاقى الهجوم وارف شحاتي واسفول في حيط محبوب سمي واسفول في حيط محبوب سمي روح روح الله لي جازي روح روح الله لي جازي آخ آخ يا 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 أريد أشرد بهم وما حد وياي أريد أشرد بهم وما حد وياي لا ذلت هل ولا ذلت عداي يا 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 روحي. الله الله. قرار قالوا لي يجي باكر اليومين اللي البصري سنتين انا صابر قالوا لي يجي باكر اللي سنتين انا صابر قالوا لي يجي باكر يخلص لي الوضنون على جيتك على باكر وانا صابر على جيتك على باكر تذكر يوم انا وخلي على دجلة تلاقينا قعدنا هناك عالشاطر يا محلى ليالينا وانا صابر على جيتك على باشر. انا جدا سعيده انه استضيفك اليوم ويانا بالاستوديو، اتمنى لك مستقبل يليق بهذا الصوت وهذا الاحساس جدا عالي. أتمنى بعد 5 سنين وعشر سنين أشوفك فنان كبير يليق باسم العراق. شكرا جزيلا لك قرار نوري.